أهلا بكم في مرايا. المال عصب الحياة، وهو أيضا عصب الموت في حالة الإرهاب. والمال كما يقال في الأمثال أيضا هو عديل الروح، وهو أيضا قاتلها ومشوهها. جزء من إغراء الجماعات الإرهابية لمجنديها هو فكرة الغنائم والمال الحلال النظيف الذي يأتي دون تكليف ولا إتقان ولا عمل ولا مهارة، فقط الانضمام للجماعة ومن ثم إحسان القتل والتخريب ثم الحصول على المال والغنائم. في حالة داعش الغنائم ليست مجرد قطع سلاح أو قطيع من الماشية، لا، تطور الحال معهم إلى براميل نفط وقطع آثار لا تقدر بثمن. وطبعا المغانم القديمة من الأموال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والألماس أيضا. مال الإرهاب هو سر كبير من أسرار حياته ودوامه، فتمويل المقاتل، تغذية المقاتل، تسليح المقاتل كلفة تدفعها الجماعة، ناهيك أيضا عن الأنشطة الأخرى في الدعاية والإعلام والرشاوي. تحاول دول العالم ومنظومات الرقابة المالية السيطرة على دورة المال الإرهابي، ولكن من قال إن الداعشي أو القاعدي أو الحشدي أو الحوثي أو عنصر حزب الله يفتح حسابا في البنك كأي إنسان عادي بعنوان حساب تابع لحزب الله أو لداعش؟ الأمور تتم من خلال التمويه والخداع، شأن المافيا، وكذلك عبر استغلال أصحاب النوايا الطيبة، أو هل نقول الساذجة. لذلك فحين يتم التشديد على كل مسرب يتسرب منه المال القاتل، فلا ينبغي أن يغضب البعض بحسن نية أو بسوءها أحيانا، بحجة ماذا؟ بحجة أن في هذا التضييق على المال الإرهابي أو الذي قد يكون إرهابيا محاربة للعمل الخيري، لتكتشف في نهاية الأمر أيها المتبرع أن هذا الخير المدعى قد يكون على شكل حزام ناسف أو فتنة في الأرض بين المجتمعات. وحسنا فعلت بعض الدول العربية في ملاحقة أموال حزب الله أو داعش وأمثالهما، ولكن من التهاون والتساهل تخيل أن المعركة سهلة أو واضحة. بكلمة واحدة، لتعرف النهاية الطرفية للقاتل، لاحق المال. مبالغ تقدر بملايين الدولارات يحصدها تنظيم داعش في العراق من شأنها أن تزيد من خطورته بعد هيمنته على مساحة شاسعة من الأراضي العراقية. المبالغ التي يحصل عليها التنظيم منذ سيطرته على الموصل منتصف يونيو الماضي مصادرها متعددة، أبرزها تجارة النفط وفرض الإتاوات. فداعش يسيطر على عدة حقول نفطية في العراق، مثل حقلي نجمة والقيارة في الموصل وحقلي حمرين وعجيل الواقعين جنوب تكريت. يتصرف داعش بنفط هذه الحقول بوسائل منها بيعه عن طريق المهربين إلى تجار أتراك بأسعار تصل إلى 25 دولارا للبرميل الواحد، تهريب وتكرير النفط في سوريا قبل إعادة بيعه في الموصل بسعر دولار أو دولار ونصف للتر الواحد بحسب الجودة. داعش يبيع الوقود في الموصل بثلاثة أضعاف السعر الرسمي، لكن الموصليين مضطرون لشرائه لعدم وجود أي بديل آخر. يعني نحن هنا أمام منظمة غنية شديدة الغنى ومصادر مثيرة وجديدة للتمويل والتمدد والبقاء باقية وتتمدد، كما أن هناك بعض تجار المال الذين لا يهمهم مصدر هذا المال بقدر ما يهمهم مكسب سريع مضمخ بدماء الأبرياء وصرخات المنحورين. سمعنا داعش توصف بأنها الجماعة الإرهابية الأكثر ثراء على الإطلاق، هل تدعمين هذا الرأي؟ هذا الوصف صحيح تماما، فلدى داعش ثروة تقدر بمئات الملايين من الدولارات. هذه الصور المأخوذة من صفحة لمقاتل من داعش على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر الأموال النقدية بحوزة التنظيم، وقد عنونها باللغة الإنجليزية بغوصوا في حقدكم أيها المنافقون، أما باللغة الروسية فقد وضع لها عنوان الخلافة تزداد ثراء. وداعش يزداد ثراءه أيضا بواسطة الجريمة من خلال نهب المباني وابتزاز المال من الشركات المحلية وفرض الضرائب على المدنيين.
ربما يرى البعض في هذا مبالغة وتهويل من شأن داعش لحاجة في نفس يعقوب كما يقال. قد يكون هذا الكلام، غير أن الذي لا مراء فيه أن هناك براميل بترول داعشية، وهناك تجارة آثار داعشية أيضا، هناك بزنس داعشي، وهو ما يطرح السؤال الكبير: كيف يمكن التغلب على هذا البزنس وهذه التجارة؟ لنسمع نائب وزير المالية الأمريكي. الشيء المثير أنه رغم الوسائل التكنولوجية الحديثة التي نملكها، فإن عملية تعقب الشبكات المالية للمجموعات الإرهابية صعبة، نظراً لانتشار المجموعات المتطرفة ونظام الحوالات النقدية الذي لا يمر عبر النظم البنكية. ولذلك فإنه في الوقت الذي تتعقب فيه أجهزة استخباراتنا هذه المجموعات وأماكن تواجدها وتنقلاتها، فإنه يصعب تعقب مصادر التمويل. ولذلك فإنه من المهم أن نبذل المزيد من الجهد لقطع مصادر التمويل وحصولهم على الأموال التي يحتاجونها لشراء الأسلحة والوقود للقيام بعملياتهم الإرهابية. هناك أنواع مختلفة من الجماعات الإرهابية، على سبيل المثال حزب الله وحماس في لبنان وغزة يحصلون على التمويل من إيران، ونحن نراقب ذلك ونحاول إيقافه وإيقاف الجماعات الإرهابية الجديدة والتي هي أكثر تطرفا من القاعدة. ويمكن تصور مدى هذا التطرف، فإنهم يحصلون على الأموال من مصادر يصعب تعقبها. إنها حرب العالم، كل العالم والشرعية الدولية ضد عصابات المال الإرهابي هذا، وهي بالتالي ليست حرب دولة دون أخرى. فأموال الإرهاب في الحقيقة تأخذ دورة كاملة في شرايين الجسد الفاسد، جسد الإرهاب، وتمر عبر العالم كله هذه الدورة. ولذلك أعتقد أنه يكون دور الدول العربية والمسلمة على وجه الخصوص دور أساسي في محاصرة أموال الشر هذا الذي يحاول أن يشوه ثوب الإسلام النقي. لا يجوز لشخص أو أشخاص أو لجنة أو هيئة القيام بجمع التبرعات إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي. يجب على الجهة المرخص لها بجمع التبرعات موافاة وزارة الشؤون الاجتماعية ببيان حصيلة الجمع ومفردات إيراداته ومصروفاته وفقاً للمستندات الدالة. تقوم الجهة المصرح لها بجمع التبرعات بتزويد من يباشرون عملية الجمع ببطاقات تعريفية مبين فيها تاريخ إصدارها وانتهائها ومعتمدة من الجهة المصرح لها. يجب على جميع الجهات المصرح لها فتح حساب في أحد البنوك أو المصارف السعودية المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي باسم الجهة. لا يجوز للمطابع طبع سندات إيصال بالتبرعات للجهات الخيرية إلا بعد الاطلاع على التصريح الصادر لها من الجهة المشرفة. لا يجوز للجهة المصرح لها استعمال الأموال في غير الغرض الذي جمعت من أجله إلا بموافقة خطية من المتبرع. جميل موضوع القوانين والتشريعات، لكن يبقى بعد القوانين والضوابط والعقوبات شيء أبقى وأدوم وأعمق منها، وهو يقظة الضمير وبصيرة العقل والتحقق من رحلة الدولار أو الريال أو الدينار أو الدرهم أو الجنيه الذي يخرج من جيب أحدنا ثم لا يعلم أنه قد ينضم لأمثاله مشكلا ملايين المرات وحشا قاتلا من المال الإرهابي. قديما قيل: درهم وقاية خير من قنطار علاج. وقديما قيل أيضا على لسان حكيم العرب وكريمهم حاتم الطائي: أما ويا إن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر. إلى اللقاء.